أنا الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودي، مدرس أول لغة العربية ورئيس جماعة الخطابة بالمدرسة التجريبية الحديثة. مين فيكم نقلاء وقتي؟ ياه ورئيس جماعة الخطابة. ايه ده؟ ايه؟ صورة فضيحة؟ لا دي نجلة. شوقي مدير أعمالي وأستاذ رمضان مفروك أبو مدري شو حمودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. وعي عادي يكون اللي ببالي. هو وزير الداخلية. انت واخد السنة من أولها على الحمي كده ليه؟ انتوا عايزين قنبلة وتنفجر في وشكم. يفعل الباشا، انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابص. ياه استاذ رمضان جه هنا وزعق وحذرني لو شفتكم ولا قعدت معاكم مش هيحصل كويس. تعال يا فنى باللغه العربيه الفصحى، استيقظ وركز واسمع. باللغه العربيه الفصحى، استيقظ وركز واسمع. انا مش هفق ولا غشيمه، انا بدي ادرجيه ونصحى. انت بتضربيني ليه بالارنب؟ انا بهزر يا مدام، ما بتهزرش؟ لا يا اختي بهزر. غنى في المدرسة عندني مش هتغني ولو ببلاش. يا سيدي عرفنا بتعرف عني كل تفاصيل حياتي. يا سيدي برافو معايا ورايا وعارف خطواتي. يا سيدي عرفنا بتعرف عني كل تفاصيل حياتي. يا سيدي برافو معايا ورايا وعارف خطواتي. هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزه السفره ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمة على العيال بعد كده؟ المدرسة دي لازم تتقفل، كلكم لازم تتحكموا. ده هيقفل لنا المدرسة. لازم تعرفوا انتم واقفين مين؟ انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي. في ايه؟ معتدل مارش. ايجي فيلم دوت كوم دليلك لعالم السينما.